اليهود والنصارى وهكذا أشكالهم. والأمر من المسلم إذا كان على ملتك مذهبك أصلا، بل لعله من قرية واحدة ومن فريق واحد ومن أسرة واحدة ومن عائلة واحدة، هذا بعد أمر وأشد. لكن الأشد من هذا كل أنت عدو نفسك. هنا أقرب إليك نفسك، وإذا أنت تعاديها وتعادي حصائد الألسن، كلمة منك تقتلك، كلمة منك تنجيك. أحد العلماء كان ذكي، دخل على أحد الجلاوي، قال لبالي يمكن العلامة الحلي أو أحد قديمة يعني القراءة، لا أزال ببالي، بكلمة أنقذ نفسه. دخل على أحد الجلاوزة وذاك يعرف أن هذا من أتباع أهل البيت، قال تعتقد بكم خليفة؟ قال أشار بأربعة الأصابع، كررها ثلاث مرات بإشارة أنقذ نفسه. هذا يعتقد شنو؟ فلان وفلان وفلان وفلان، ولكن بإشارته القدر. وفي أشخاص لا، كل ما في جوفه يطلع للآخر، فقد يقتل نفسه. خل هذا الكلام البذيء السيء الفحش في القول عن طريق اللسان، هذا شقد خسارة كبيرة على الإنسان. كم خسارتك؟ أنت في مجتمع تقول كلمة تخرب المجتمع، تفسد المجتمع، تتصرف بتصرف يفسد المجتمع بكلمة. الحصائد يعني مثل الزرع، عندما أنت تزرع إيش راح تحصد؟ ما تزرع. كلامك أيضا حصائد، كل ما تقول شيء وراءها نتائج، قد تكون نتائج مرة وسلبية خطيرة، فلا تكون عدو نفسك بلسان. قل خيرا، انطق خيرا، وإلا فاصمت. لا تتحدث هني، قد السكوت يصير شنو؟ مو بس من فضة، يصير من ذهب. لأنك إذا أنت سكت راح تنقذ نفسك وتنقذ مجتمعك. فعلينا أن نراقب ونحاسب. هذه مسألة مهمة ترى يا إخوان، المسألة هي يعني ليست بسهلة ولكن بيدك. ولذا قال الإمام الصادق حاسبوا أنفسكم في اليوم والليلة، بتنام شوف انت وش قلت، اذا قلت صواب امشي عليه، اذا قلت خطأ تجنب وصححها. رب كلمة انت قلتها تحتاج الى تصحيح، ولذا مو عيب ابدا اذا عالم خطيب اي احد تكلم بكلمة خطأ على المنبر او على اي مكان يقول هذا خطأ، أتجاوز ممكن ينقل نفسه، لأن هني يصير محاربة للنفس، وإذا ما حارب نفسه فصار أعداء لسانه كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه. اللهم أنفعنا بالعلم والعمل الصالح، ولنحفظ ألسنتنا من الكذب والغيبة والنافرين. وصلى على محمد وعلى محمد. اللهم صل على